بسم الله الرحمن الرحيم. الأسبوع اللي راح أنا أتابع عن الجيل الثالث من سماعاتها. طبعا أنا تكلمت عن السماعات هذه وعملت مقارنة مع الجيل الثاني من سماعات أبل، فراح تحصلون الرابط في هذه السنابة أو في وصف الفيديو تحت لما أرفع على اليوتيوب. طبعا من أكثر الأشياء اللي وصلتني على السناب أو الطلبات اللي وصلتني على السناب أنه وش الأفضل، أني أشتري الإيربودز برو أو الإيربودز الجيل الثالث. ففي هذا الفيديو راح اشرح وش الافضل انك انت تشتريه وش الفروقات ما بينهم عشان تحدد لو كانت تستاهل انك انت تشتري الايربودز برو او الايربودز الجيل الثالث. فقبل ندخل في التفاصيل اتمنى انكم تعطوا لايك لهذا الفيديو لما ارفعه على اليوتيوب، وايضا تشتركون بالقناه وتشاركون هذه السنابات مع زملائكم واصدقائكم اللي يفكرون انهم يشترون سماعات الايربودز. في البداية أبل تبيع السماعة الكبيرة الايربودز ماكس سعرها 549 دولار، وما زالت تبيع الايربودز الجيل الثاني سعرها 129 دولار، والايربودز الجيل الثالث 179 دولار، والايربودز برو 249 دولار. يعني فرق السعر بين الايربودز برو والايربودز الجيل الثالث تقريبا يوصل إلى 70 دولار. فمن ناحية السعر الايربودز برو أغلى، لكن في ملاحظة بسيطة أن الايربودز برو الآن في عليها عروض كثيرة. فعلى سبيل المثال في أمازون الآن تقدر تحصلها ب 197 دولار، فتقريبا راح يكون الفرق بينها وبين سماعات أبل الجيل الثالث أقل من 20 دولار. نفس هذه العروض أنا شفت مرة في عروض على نون، بس تأكد أنها سماعات الايربودز وتأكد من الوصف، لكن راح تحصلها بسعر أرخص من 250 دولار. فسعر الايربودز برو تقريبا يوصل الى 1000 ريال، سعر الايربودز الجيل الثالث اتوقع انه يوصل الى حدود 750 ريال. الحاجة الثانية من ناحية التصميم، فالتصميم متشابه، سماعات الايربودز 3 هي نفس تصميم سماعات الايربودز برو، لكن تتفوق الايربودز 3 بانها حجمها اقل واخف وزن. وطبعا العلبة ايضا اخف وزن واقل حجم من سماعات الايربودز برو. طبعا اللي يشتري الان سماعات الايربودز برو راح تجي مع شاحن الماج سيف او بتقنيه الماج سيف للشحن اللاسلكي، والايربودز 3 فيها الشيء هذا. لكن لو كان عندك سماعات ايربودز برو القديمه ما تدعم الشحن اللاسلكي عن طريق تقنيه الماج سيف. فمن ناحيه الوزن ومن ناحيه الحجم الايربودز 3 ارخص، وهذا افضل لانه المفروض انها تكون اخف في الاذن واخف ايضا العلبه حتى لما تشيلها في جيبك. الحاجة اللي تتفوق فيها سماعات الايربودز برو انها تدعم تقنية عزل الضوضاء وايضا ميزة ترانسبرنسي مود او وضع الشفافية، بحيث انه انت لو انت مركب السماعات راح تقدر تسمع الاصوات اللي حولك. فميزة عزل الضوضاء هي الشيء اللي يميز الان سماعات الايربودز برو. طبعا ليش ميزة عزل الضوضاء وميزة ترانسبرنسي او اللي هو الشفافية هذه مهمة؟ لانه في ميزه في سماعات الايربودز برو للناس اللي يعانون من مشاكل في السمع اللي هي ميزه الكونفرزيشن بوست. فلو كان عندك احد عنده مشاكل في السمع وما يسمع كويس، لو ركب سماعات الايربودز برو وفعلت هذه الوضعيه راح يقدر انه يسمع الاصوات بشكل افضل. راح اتكلم عن هذه الميزه في فيديو قادم لانها تنفع كبار السن بشكل كبير، فلو كان احد من اقاربك يعاني من عدم القدرة على سماع الأصوات بشكل واضح، فممكن سماعة الايربودز برو راح تكون مفيدة له. فميزة عزل الضوضاء هي اللي ميزة الايربودز برو وميزة الشفافية أيضا. من ناحية البطارية تتفوق سماعة الايربودز 3، فراح تعطيك إلى 6 ساعات استخدام في المقابل 4 ساعات ونص استخدام في الايربودز برو. حتى العلبة، علبة الشحن تعطيك إلى حد استخدام 30 ساعة في الايربودز الجيل الثالث، في المقابل تعطيك إلى 24 ساعة في الايربودز برو. للأمانة البطارية أفضل في الايربودز 3، لكن ما أتوقع أنه راح يكون بشكل محسوس، لأنه في النهاية أنت راح تضطر أنك أنت تشحنها. لو كنت تستخدمها طول اليوم راح تضطر أنك أنت تشحنها خلال نهاية اليوم، لكن الايربودز 3 يتفوق في البطارية. أيضا من المزايا اللي تتفوق فيها الايربودز 3 أنها فيها الآن ميزة التعرف على الجلد. فالناس اللي عندهم سماعات ايربودز لما يشيلون سماعه من الاذن على طول يوقف الماده الصوتيه اللي هم يستمعون لها. في السابق كان يعتمد على حساس ضوئي، بمعنى انه لو انت جيت اخذت السماعه طلعتها من الاذن وبعدين مثلا حطيتها في الشنطه فراح يبدا الصوت يشتغل. لكن مع الايربودز 3 فيها حساس للجلد، فمجرد انك انت تطلعها من اذنك راح يوقف الصوت، وحتى لو حطيتها في مكان مظلم راح توقف الصوت لانها راح تحس بالطبقه المحيطه حولها. فمن ناحيه الحساس اللي يحس بانه السماعه جوا الاذن، سماعات الايربودز 3 افضل. الميزه السابعه انه الان سماعات الايربودز برو يجي فيها السيليكون تبز اللي هي القطعه البلاستيكيه اللي تركب على السماعه
وانت تغير حجمها بما يناسب الاذن. لكن في الايربود الجيل الثالث ما يجي معها القطع البلاستيكيه هذه او السيليكون تيبس، وبالتالي هو مقاس واحد يناسب اغلب اشكال الاذن المختلفه. للامانه انا تصميم الايربودز قبل السيليكون تيبس كان يناسبني اكثر، لكن تعودت على سماعه الايربودز برو، فما اعرف هذه ميزه ولا عيب، لكن انه القطع البلاستيكيه هذه او الاير تيبس ما تجي الا فقط في سماعات الايربودز برو. زي ما احنا شفنا فالايربودز الجيل الثالث تتفوق على سماعات الايربودز برو في اكثر الاشياء اللي قارناها فيها، ما عدا انه في الايربودز برو فيها ميزه عزل الضوضاء، وهذه مهمه بالنسبه لي انا شخصيا، لانه اروح لاماكن تكون فيها ازعاج او مثلا كافي شوب يكون في صوت موسيقى عالي، او مثلا في الطياره، فتساعدني على اني اعزل الضوضاء اللي حولي. فلو كانت ميزه عزل الضوضاء ما هي مهمه لك، فانت وفر فلوسك واشتر سماعات الايربودز الجيل الثالث. لكن لو ميزة عزل الضوضاء لك فالأفضل الايربودز برو، ولو حصلت أن الأسعار متقاربة مثل ما موجود في أمازون فأنا رأيي خذ الايربودز برو أفضل لك من الايربودز الجيل الثالث. في النهاية هذا اللي حبيت أوضحه اليوم، أتمنى يكون ما طولت عليكم، وأتمنى أني غطيت كل الفروقات ما بين سماعة الايربودز الجيل الثالث وسماعة الايربودز برو. وطبعا في ناس كثير يطلبون أتكلم عن أجهزة الماك، بإذن الله أنه الأسبوع هذا راح أتكلم عنها. للأمانة الأفكار جاهزة بس يحتاج أني أرتبها، وبإذن الله راح أشاركها معكم. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم، يعطيكم ألف عافية، ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.